بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تنحوا جانبا، تنحوا جانبا. ما الأمر؟ تعالوا واقتربوا. لقد أغرنا على المخازن وكانت الأمور في صالحنا، وصدرنا مقدارا كبيرا جدا من الحنطة، لكن ما إن وصل يوزر سيف حتى انقلبت الموازين ضدنا، فسقط بعض جنودنا صرعى هناك وجرح بعضنا جروحا بليغة. أنا جرحت أيضا واضطررنا إلى الانسحاب. الويل منك يا بديمون، وأنا على يقين أنه لولا وصول يوزر سيف وإصابتك بالجراح ما كان أخناتون ليكف عنا قبل أن يهدم المعبد على رؤوسنا، بالضبط كما سيفعل الآن. أنا لا أشك أبدا في أن جيش أخناتون سيهاجمنا هذه الساعة. ماذا نفعل الآن؟ كيف ينبغي لنا الآن أن نعوض عن حماقتك؟ يجب أن نقاومهم، فقوة أمون ليست بالهينة. وبأي قوة؟ بهؤلاء الناس. إن جهزنا هؤلاء الناس وأمددناهم بالسلاح فسيدافعون عن المعبد بشراسة. لكن هؤلاء ليسوا مدربين،
ستراهم يفرون عندما يدهمه الخطر. ليسوا إلا حفنة من الجياع الذين لم يخبروا الحرب. لا خيار أمامنا، علينا أن نفعل ذلك، علينا فعل ما بوسعنا. أنت تنشد نجاة نفسك لا المعبد، فالمعبد الآن في خطر بسبب تهورك الأحمق، وأنا من يعلم السبيل إلى نجاة المعبد، لكن لا يمكنني فعل شيء لك. مروا فليهيئوا لي محملي. ماذا ستفعل؟ سوف أعتذر من أخلاتون قبل أن يسير إلينا بجيشه ويمعن فينا قتلا، وهكذا أقضي على الفتنة. لن أسمح لك أن تسلمني أو تسلم المعبد إلى الأعداء. باديامون، ماذا تفعل؟ قيادة المعبد والدفاع عنه أصبحا بعهدة منذ الآن. سوف تلزم غرفتك حتى آمر بغير ذلك. يريد الكاهن الأكبر أن يسلمنا لجنود يوزرسيف على أساس أننا المسؤولون عن كل ما حصل، ولا نعرف ما الذي سيفعلونه بنا. احرصوا على ألا يخرج الإخماه من غرفته، فإن حاولوا إخراجه اقتلوه. ما الذي تقوله باديامون؟ إنه كاهن معبد آمون الأعظم الإخماه. لن أسمح لأي أحد بالتدخل. فإن تعاونتم معي في تجهيز الناس ونجاة المعبد، فسوف ينجو هو أيضا بعد نجاة المعبد. رغم عدم جدوى هذه المقاومة، عليكم بمساعدته. لقد وعدتم أن تساعدوني في تجهيز الناس، لذا لا ينبغي لأحد منكم أن يجلس أخاني عن هنا. إنه أمر الكاهن الأعظم، علينا أن نساعده. لقد تم تنفيذ أمر مولاي القاضي بإعلان الدين الرسمي الجديد والدعوة إلى البراءة من دين الإله آمون. لقد شهدنا في الأيام القليلة الماضية بعض المقاومة، فتم اعتقال عدد من أتباع آمون سيدي. عزيز مصر، عالي المقام يوزرسيف يدخل الآن. ما الأمر جناب يوزرسيف؟ لما أنت منفعل؟ لقد قام اليوم باديامون قائد فرسان المعبد يرافقه عشرات الجنود بالهجوم على مخازن طيبة، فخلفوا وراءهم عشرات القتلى والجرحى وفروا. أرادوا أيضا أن يشعلوا النار في المخازن فمنعناهم. وهل أصابك أي أذى؟ ليس في بدني، لكن هذه الفاجعة قد آذت قلبي كثيرا. هل بلغ الأمر بالمعبد أن يعمد في وضح النهار إلى الهجوم على جنود وعلى مخازن الحنطة؟ لا شك يا عالي المقام أن الواقفين وراء هذه الحادثة سوف يعاقبون بشدة. سوف يلقى كهنة آمون ردنا على طغيانهم هذا. هورن هوب، اسمع جيدا، أوامري لك أن تقوم بإذلال معبد آمون. اقضي على تمثال آمون وأخرج الكهنة من المعبد، ثم أغلق بابه. لا تتسبب في سفك الدماء، عليك باعتقال المحرضين والقصاص منهم. أمرك، سأنفذ أوامركم في غضون ساعة. إلى أين سيدتي؟ أراك انطلقت مجددا. لم أعد أطيق المكوث هنا، أريد أن أعلم هل سينتصر يوسف أم لا. فالحرب هي حرب آلهة مصر ضد رب يوسف، علينا أن نرى من سينتصر. وإن كنت أعلم لمن الغلبة. عليكم بالدفاع عن آلهتكم، ادفعوا عن دين آبائكم وأجدادكم. الآلهة في خطر،
المعبد يستضيفكم، تعالوا إلى ضيافة أمون واستمتعوا بلذيذ طعامه. أيها الناس تعالوا، لا تسمحوا لدين أمون القائم منذ آلاف السنين. تفضل ادخله، تفضل بأن تطأه أمامكم. تفضل. عربات يوزر سيف، تفضل دافعوا عن دين آبائكم وأجدادكم. لا حاجة لنا برب لا يفكر سوى في إشباع بطون الكهنة وخدمة معبده، ولا يحرك ساكنا من أجل مصلحة أتباع دينه. أجل أجل، لقد كفرت، لقد جعل منكم يوزرسيف كفارا. أجل، أنا كفرت بالإله آمون ودينه، ولن أحرك ساكنا من أجل الدفاع عنه. تفضلوا تفضلوا ادخلوا المعبد، تلذذوا بأطيب طعام آمون. مما يدافع عن الآلهة أناس قد عمد آمون منذ سنوات إلى ملء بطونهم. ديوان آمون جاهز لاستضافتكم في أي وقت. ما الأمر سيدتي؟ ما الأمر؟ لا شيء، إنما تذكرت أمرا فجأة. هل ثمة مكان هنا للجلوس؟ سيدتي سيدتي، ما الأمر؟ لماذا تبكين؟ لقد تذكرت الماضي فقط. أقسم بربي يوزرسيف، إن يوزرسيف كان يرى الأيام هذه، شهدت على ذلك. كان يوزرسيف يقرأ يوما لبوتيفار من كتاب النبوءة حول مستقبل مصر. ذكرت النبوءة في الكتاب أنه سيأتي يوم وتزول فيه الفوارق بين الأغنياء والفقراء في مصر، وأنه لن يكون لآمون أي أتباع. كان يقول يوزرسيف إن هذا الأمر سوف يتحقق على يد رجل إلهي يكون رسولا للسماء. وها أنا أرى اليوم ذلك الرجل الإلهي ورسول السماء. هذا عجيب، فإن كان ليوزرسيف أن يعرف كل ذلك. هذا بديهي، إنه من أنبياء الله. سيدتي، ألم تذهبي للدفاع عن المعبد؟ ألم تكوني في يوم من الأيام أحد آلهات معبد آمون؟ أدافع عن معبد يتربص شرا بيوزرسيف؟ هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، أهلا وسهلا بكم، فأنتم ضيوف مائدة آمون. أهلا وسهلا، كل ما عندنا فهو من آمون. آمون هو ربنا القديم والأزلي، وطبعا سوف ندفع عن آمون شر أعدائه وسنحارب المتمردين. هنيئا لكم طعام آمون، كلوا واشربوا واشكروا آمون. اللعنة على أمن حاوتب، لعنة الآلهة على يوزرسيف. نحن بالانتظار، إن كان يوزرسيف جريئا فليدخل المعبد. لقد سار أجدادنا منذ آلاف السنوات على طريق آمون وفدوه بأرواحهم، فهم لنا سلف ونحن لهم خلف. الذين يقومون بافتداء آمون بأرواحهم سوف يرعاهم آمون في العالم الأبدي اللامتناهي. هيا كلوا كلوا، تفضلوا. أهلا بكم، أهلا وسهلا، كلوا كلوا، إلعنوا أعداء آمون، كونوا أنصارا لمعبد آمون ودين مصر القديم، وحافظوا عليه. لماذا نسمح لأجنبي ولغريب يرعى الأغنام ويمشي في الأسواق أن يأتي بدين جديد إلى أرض أبائنا وأجدادنا؟ لن نسمح بذلك. أخناتون حاكم أرض مصر أصبح ألعوبة بيد يوزرسيف، لقد خان دين آمون وكفر به، سوف نقتلهم جميعا. صحيح، لن نمهل أعداء آمون أبدا، سوف نقتلهم. الموت ليوزرسيف، الموت ليوزرسيف، الموت لأعداء آمون، الموت لأعداء آمون، الموت للأجانب، الموت للأجانب. إن
أن معبد آمون هو ملجأ لكل أتباعه. ادخلوا تفضلوا، لا سبيل للقحط في معبد آمون، تفضلوا ادخلوا. ديوان وآمون الواسع ما كانوا ضيافتكم. آمون يرحب بضيوفه الأحباء وأنصاره. ادخلوا وتلذذوا بطعام آمون اللذيذ. مسكين آمون، يجمع الأنصار حوله بإغرائهم بوجبة طعام. دافعوا عن آمون. إن رب الأرباب آمون يطلب منكم النصرة، عليكم بحمايته من راعي أغنام كنعاني. ادفعوا عن آمون، ادفعوا عن آمون شر أعدائه ومناوئيه. هيكموني. أرى راعي الأغنام يقود مصر ويخوض بها الغمار أفضل من الفراعنة منذ 12 سنة. أما أنتم أيها الكهنة، أنتم يا ورثة دين عبادة الأصنام القديم، أراكم قد أسقط في يدكم. أيتها العجوز، أراك تنطقين بما لا تفقهين، كفاك لغوا. اسمعوا أيها الكهنة، عكفتم طوال سنين تأكلون فضلات طعام هذه العجوز، اسألوا خوفه وسينبئكم من هي زليخة. زليخة؟ زوجة بوتيفار؟ أظنهم جاءوا لكي يحتلوا معبد سيدتي. انظري، هل يقودهم يوزرسيف؟ لا، بل أنا أرى هورنهوب في مقدمتهم. جيش أخناتون بقيادة هورنهوب جاءوا لمحاربة المعبد، فلنذهب. لنذهب. هورنهوب لن يرأف بهم أبدا. فلترحم الآلهة أهل المعبد ورواده. هيا بنا فلنذهب من هنا. علينا أن نرى ما الذي سيفعله الكهنة آكلو السحت مع هورنهوب، فلنبتعد. هيا. ها هو جيش هورنهوب آت لمقارعة المعبد. هبوا لنصرة المعبد، هبوا لنصرة المعبد. دافعوا عن ديني آمون، خذوا أسلحتكم ودافعوا عن المعبد. دافعوا عن المعبد، دافعوا عن دين آمون. Thank you.
أوامر الحاكم أخناتون إلى قائد جيش مصر هورنهوب، أنت مكلف بإذلال المعبد والقضاء على الإله آمون. منذ الآن أصبحت عبادة الإله آمون جرما يلقى عقابا شديدا. الدين الرسمي لأهل مصر أصبح دين التوحيد، وعليكم اتباع دين نبي الله إبراهيم. عليكم بفتح البوابة وتسليم أنفسكم أيضا قبل أن اضطر إلى فتحها بالقوة. ما الأمر هورنهوب؟ ما أعرفه عنك أنك من أتباع آمون إله مصر العظيم. إنما وصلت إلى قيادة الجيش بتزكيتنا لك. ماذا دهاك حتى جعلتنا وراء ظهرك؟ أخناتون بالنسبة إلي خليفة الإله على الأرض، وأنا أعتبره الإله أخناتون. أولا أطيع أوامر أخناتون، ثم أوامر آتون. أنا لا أنوي سفك الدم، لكن إن أجبرت على ذلك فسأفعل، صدقني. إن جنودي وحراس المعبد سوف يدافعون عن حرم آلهتهم، ولن يسمحوا لكم بالدخول إلى المعبد مهما حصل. أمرني جناب أخناتون بأن أجتنب القوة ما أمكنني ذلك، وأن لا أسفك الدماء إلا إن أجبرت على ذلك. عليكم تسليم أنفسكم، وكذلك أرجو منكم ألا تتسببوا في إراقة دماء الأبرياء على الحجارة المرصوفة حول المعبد المقدس. إن توجيه الإهانة إلى المعبد المقدس وإدخال الذل عليه سوف تجلب عليكم غضب الآلهة. لا أحد يجرؤ أبدا على إهانة آمون أيا كان. اسمعوا، هورنهوب لا يعرف الرحمة. شاركت معه في الحرب ضد الخابديين والسومريين، ورأيت أي مقتلة عظيمة خلفها فيهم. ماذا تقول؟ لماذا تنطق بالترهات؟ لماذا تخيف الناس؟ هورنهوب لم يجرؤ على فعل أي شيء أبدا. جنود باديامون سيواجهونه للدفاع عن المعبد وسيردونه خائبا. إني لأرجو أن يوفقوا في الصلح، وإلا فسيكثر فيهم من القتلى. أسكبوا الخير. هيا ارموا، ولا تتوقف.
استهداف الرماة. حطموا الباب. لو أنك استسلمت في بادئ الأمر ولم تتسبب في قتل جنودي وجرحهم ربما كنت نجوت بحياتك، أما الآن فلا عفو عنك. أنت أيضا يجب أن تموت كما مات جنودك. تخافوا شيئا، لن يتمكن من إخماد هذه الفتنة إلا جناب ألخماهو. اذهبوا وانقذوهم.
اسمعوا جيدا، انا انذر كل من بقي داخل المعبد وامهلهم كي يسلموا انفسهم قبل ان يعاود جنودي هجومهم التالي. سوف يقتلون الجميع، سوف يصلون الى هنا. لقد قتلوا باديامون. باديامون قتل على يد هورن هوب. الم تسمعوا؟ المعبد اضحى من دون جنود، لقد هزمنا. عليكم بتحرير الكاهن الاعظم لعله يفعل شيئا. ابتعدا، الم تسمعا؟ افتحا الباب. ماذا نفعل الآن؟ أنذهب أم نبقى؟ علينا أن نتصرف بحكمة. إن لم تخرجوا من المعبد الآن فأنتم تخطرون بأرواحكم. إن أصدرت أمر الهجوم فلن يكون أحد في مأمن. هيا فلنغادر هذا المكان. توقفوا، أنا أخاطبكم، أين تذهبون؟ من سيدافع عن آمون؟ ابقوا، فلنذهب. ابقوا هنا، توقفوا. هيا توقفوا. أين تذهبون؟ توقفوا، عليكم بالدفاع عن آمون. لا تدعوا آمون وحيدا. ارجعوا، لا تدعوا آمون وحيدا. أين تذهبون؟ بسرعة، هيا اركضوا. أين هي عظمة آمون وعلوه من هؤلاء الأتباع الضعفاء الفارين؟ الجناب الاخماه يريد ان يستسلم. لقد جئت اطلب منكم المهلة. لا مهلة لكم، عليكم بالاستسلام. نحن جئنا كي نستسلم. ان اذن لنا القائد هورن هوب ان نتشاور قليلا فنحن ايضا نريد ان نترك المعبد. احتراما لجناب الاخماهو سوف ننتظر. آمون المقدس أعظم من أن تناله الأيدي، وإنكم سوف ترون كيف أن الحيرة سوف تصيب أعداء آمون جميعهم.
ما الأمر؟ طلب المهلة قبل أن يستسلموا. الخماه رجل فطن ولعوب وداهية، لا ينبغي أن نمهله ليدبر المكيدة. عليكم بجمع الجرحى. خذوا الجثث. ذلك التمثال يجب أن يحطم. لا، نحن لن نسمح بذلك. لا تجبرون على استخدام القوة. سوف أحطم آمون ليعلم الجميع أن ذلك التمثال الأصم لا يستحق العبادة. لا تثيروا غضب آمون، سوف يعمد إلى الانتقام منكم. ليس عليك بالقلق علينا، دع آمون بنفسه ينتقم منا. تنحوا عن تمثال آمون. لا، لن أسمح لكم أبدا. لا يجب أن تقتربوا من آمون. لا يحق لكم أن تهينوا آمون. تنحوا، تنحوا قبل أن يمسسكم غضبي. تنحوا جانبا. لعنة آمون ستحل بكم. فلينزل عليكم غضب آمون. للإهانة حدودها أيضا. غضب الآلهة عليكم. ماذا يفعلون؟ اختفى؟ آمون اختفى؟ آمون اختفى؟ أين آمون؟ عاد رب الأرباب إلى مكانه الحقيقي. لقد عرج إلى السماء ليعود إلى الأرض في الوقت المناسب وينتقم من أعدائه. شر انتقام، سوف ينتقم. آمون عرج إلى السماء وسوف ينتقم من أعدائه. لقد اختفى آمون إله مصر العظيم، وسوف يعود قريبا لينتقم من أعدائه. أجل سوف يعود، سوف يعود وينتقم. سيعود، سوف ينتقم، سوف يعود وينتقم. لم يجدر بنا أن نهجم على آمون. آمون سوف ينتقم منا شر انتقام. أنا واثق تماما أن آمون هنا، لم يخرج من هنا. هل عرج آمون إلى السماء أم أنه غار في الأرض؟ جناب هورنهوب، خذ هؤلاء إلى سجن زويرة لكي تتم محاكمتهم فيما بعد. اللعنة عليك آمون، اللعنة عليك الإخماه، إذ قمت بخداعنا لآلاف السنوات.
كيف يسمح لنفسه بأن يقوم بهذه المهزلة المشينة؟ علينا أن نحتفل اليوم وأن نزين أرجاء المدينة. أنا أعتبر اليوم يوم انتصار دين التوحيد على دين عبادة الأصنام، وأبارك لنبي الله يوزرسيف هذا النصر المظفر، وأشكرك أيها القائد هورنهوب. علمت أنك قد قدت هذه الواقعة بكثير من الحكمة والتروي. أحسنت. آمر أن يتم محو اسم آمون ابتداء من اليوم من كل النقوش الحجرية في القصور والمعابد، وأن ينقش عوضا عنه اسم الإله الواحد أتون. أحكم على ألخماه ومرافقيه أن يبقى وحيدين في غياهب السجون حتى يقضوا. لولا أننا لسنا أهلا لسفك الدماء لكان اليوم آخر أيام حياتهم، لكننا سنعرض عن قتلهم. مروهم فليزينوا المدينة وليحتفلوا في مصر بفرح وسرور لهذا النصر الكبير. أمي أنا جائع. افعل شيئا يهوذا، هذا الفتى جائع. ماذا يغني عنا جلوسك هذا؟ عليكم بالصبر حتى الغروب، فالطعام لا يكفي إلا مرة في اليوم. الولد لا يفهم هذا الكلام، إنه جائع. إذن حاولي أن تفهميه، لا خيار لنا. السلام عليكم. وعليك السلام. ما الخط؟ هل أضعت طريقك؟ لا، بل أرسلني أبي. اذهب بني، اذهب والعب. لا تمزح أخي، وما حاجة أبينا إلينا؟ لا أدري، إنما أمرني أن أدعو إخوتي للقائه. هو طلب منك أن تدعونا إليه؟ هذا صحيح، ولكن لم يحدثنا أبونا منذ سنين. ما الذي استجد الآن؟ هل تقسم على أن أبانا قد دعانا إليه نحن بالذات؟ ولما أكذب؟ وما سبب شككم بالأصل؟ أبي ينتظركم، أخبر البقية أيضا. قحات يا موين، ناديا أمامكما، هيا بسرعة. أخشى أن أبي ينوي أن ينكأ جرح أخينا يوسف القديم. يوسف ليس جرحا، بل هو حزن، إنما هو ألم تسببتم به في قلبه. أنا لا أحتمل سماع النصائح ولا التأنيب ولا التقريع. فلنذهب ونرى ماذا يريد أبي بدلا من التراشق بالكلام. على كل، أنا بلغت ما حملت والقرار عائد إليكم. اصبر بنيامين، فلنذهب معا. اهدأ يا أخي، اهدأ. ثمة طائفتان من الناس لا تريان خيرا ولا تعرفان طعم السعادة، لا في هذه الدنيا ولا في الحياة الآخرة. أيكم يا أولادي يعرف من هما هاتان الطائفتان البائستان؟ هل أجيب يا جدي؟ قل يا ولدي. الذين لا يحترمون أهلهم ولا يبرونهم ويؤذونهم. أحسنت يا بني، أنت ابن من من أولادي؟ أنا ابن لاوي يا جدي. إذن أنت حفيد قحاط، أحسنت، إجابتك صحيحة. حسناً، وأيكم يعرف من هي الطائفة الأخرى التي لا ترى خيراً ولا تهنأ بالسعادة؟ هل أجيب أنا يا جدي؟ أما أنت أعرفك جيداً، أنت إشبيل ابن بنيامين. نعم، قل يا ولدي. الذين لا يحترمون من يكبرونهم سناً. أحسنت يا بني، من لا يحترم الكبار سواء كانوا شيوخاً طاعنين في السن أو كانوا كبار وجهاء قومهم، لا يريهم الله خيراً لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة.
ما أشد خوفي على عاقبة النفر الذين لم يراعوا حرمة لنبيهم ولم يوقروا أباهم الشيخ. السلام عليكم. السلام على نبي الله. 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 السلام على أبي. السلام على نبي الله. سلام الله تعالى عليكم جميعا. هل حضر الجميع؟ نعم يا أبي. هذا القحط وهذه الشدة نعمة من الله، فظاهره عذاب وباطنه رحمة، لكنه لن يكون رحمة لحفنة من الكسالى أمثالكم. نحن نموت جوعان يا أبتي، وهؤلاء الرجال لا يكترثون. ما الذي أصابكم؟ حتى متى ستندبون حظكم وتبكون على ما فاتكم؟ تزعمون أنكم رجال أشداء وأن كل منكم يقوم بأعباء عياله وأولاده. أرى وكأنكم قد عزمتم على أن تقفوا مكتوفي الأيدي حتى تفنى عوائلكم واحدا تلو الآخر. وماذا عسانا نفعل يا أبتي؟ وماذا يمكن للنسوة أن يفعلن إذا عجز الرجال؟ اعملوا، اجتهدوا، ولا تكونوا عطالين بطلين. لكن يا أبتي، كل المدن والقرى من حولنا قد أصابها القحط أيضا، فما عسى البحث والجد يغني عنا. سمعت من مليخة التاجر ومعه أناس آخرون أن أحوال مصر على ما يرام، فقد عمد عزيز مصر إلى مخزن كبير فملأه بالحنطة. عليكم أن تجمعوا ما توفر لكم من الدراهم والدنانير وتشدوا الرحال إلى مصر، علكم بذلك أن تقوا أولادكم من الجوع والفقر. أما القعود هنا والتأسف على الحال فليس وسيلة لمواجهة القحط. كم تبعد مصر عنا؟ مسيرة 20 يوماً، ليست قريبة. ما الحيلة؟ لا يمكننا أن نراقب أزواجنا وأولادنا يموتون جوعا. وإن لم نجد قمحا؟ نكون بذلك قد سعينا سعينا ولم نستسلم للموت. أنا وأولادي لم نعد قادرين على احتمال الجوع بعد الآن. إن تسبب القحط في جلب الأذى على بني إسرائيل فلن أغفر لنفسي أبدا. أنا أشعر أن دعوة أبي لكم وحثكم على السير إلى مصر وتشجيعكم على تأمين الحنطة إنما هو امتحان. يريد أبي أن يمتحنكم إن كنتم أهلا ليسامحكم. إن كان نبي الله يحثكم على الذهاب إلى مصر فلا تترددوا، هو يعلم أمورا لم تعلموا بها أنتم. لا شك أن خيركم وصلاحكم يكمنان في طاعة أوامره وإرشاداته. اذهبوا وتهيأوا للسفر.